السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ هانيين؟ كنتمنى من الله تكونوا على خير وبخير وفي صحة جيدة ان شاء الله يا ربي. اليوم جيت باش نشارك معكم دي ميني كيك سالي، كيجيو زوينين البنات وساهلين في التحضير. بونجور تو الموند، جيسبر كو فوز الي بيان. جو فولي بارتاجي افيك فو اجوردي دي ميني كيك سالي افيك دو تون دي زوليف. غنديرهم بالطون البنات وبالزيتون. انتم غتشوفوا معايا الطريقة ان شاء الله سهلة سهلة. Je vous donne les ingrédients, les filles. نعطيكم المقادير البنات. عندي هنا بواطه ديال الطون ناتور، اون بواط دو طون ناتور. عندي ثلاثه البيضات 3 زو. عندي 100 غرام ديال الفرماج غابي، 100 غرام دو فرماج غابي، الفرماج محكوك البنات. عندي 100 مليليتر ديال زيت الزيتون، 100 مليليتر دو لويل دوليف. جي 100 غرام دو فارين، 100 غرام ديال الفرينه. وعندي 100 مليليتر ديال الحليب، 100 مليليتر دو لي ليفي. جي اون غروس كويير ا سوب لا موتارد، عندي معلقه كبيره ديال لا موتارد البنات. عندي خماره لا لوفور، وعندي ام شويه ديال الزيتون مقطع هكا طريفات، ام بو دو دوليف ليفي دي نوايوتي كوبيك اون بوتي مورسو كوم سا، اي لا جي دو سيل اي دو بوافر. هانتوما غتشوفوا معايا الطريقه ان شاء الله. جو في فو مونطري كومون رياليزي سيت روسيت لي في. البنات غادي نجيب هذيك 100 غرام ديال الطحين غنغربلها، 100 غرام دو فارين كو جو في تاميزي باش كيجي مهوي. ديما البنات الطحين غربلوه، عمركم ما تشريوه ديروه هكا كنيشان باش كيجي مهوي. يفو توجور تاميزي لا فارين لي في. غادي ندير في هذيك خماره، جو راجوتي لا لوفور ان ساشي. غادي نزيد عليه هذاك الزيت البنات، جو راجوتي لويل دوليف زيت البلديه. غنزيد عليه هذاك الحليب لو لي، وغنزيد عليه البيض، وغنخلط مزيان. جو بيان ميلونجي. كيجيو زوينين فنين البنات، خصوصا في رمضان. انا كنديرهم بزاف في رمضان، وكننوع كنديرش غير بالطون، كنقدروا نديرهم بزاف الحوايج. دي بتي مورسو دو بوافون تاع الفلفل الاحمر خضراء، مقطعين طريفات صغار، ان بو دو كورنيشون، شويه تاع كورنيشون، الكاشير البنات حتى هو كيجي زوين فيه. دابا غادي نديرو الطون البنات، لو طون هذا عصرتو مزيان البنات من الماء. فو بيان 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 لي غوتي باسكو سي يا دلو، فو كي سوا بيان سيك كوم سا. عصروها البنات مزيان. غادي نزيد هذاك الزيتون، جو راجوت لي زوليف، وغادي نزيد هذاك لا موطارد. جو في راجوتي لا موطارد لي في، معلقه كبيره تكون عامره، وغادي نخلط. جو ميلونجي لو تو. غادي نزيد عليها داك الفرماج، 100 غرام ديال الفرماج البنات، 100 غرام دو فرماج رابي، اي جو ميلونج اوسي. فوالا سي تري فاسيل، غير بفورشيطة البنات ولا افيك ان فوي، فورشيطة افيك اون فورشيط و فوايي، يا با بوزوان دو روبو، يا با بوزوان داباغاي، غير بفورشيطة البنات خلطوها، راه ساهلة في التخلاط، صافي.
ودابا غادي نجيب لو مول تاعي. جو في راني لو مول اي جو لي ميت دودون. البنات نسيت ما درت فيهم شويه تاع الملحه والبزار. غادي ندير شويه ديال الملحه حيت الفرماج ديجا مالح و ان بو دو بواغ. فوالا ان بو دو بواغ جست غير راس المعلقه. فو با ميت بوكو لا موتار ديال البواغ لي فيش. اي باغاي جو في ميلونجي هادشي اللي غنديرو البنات غير الملحه والبزار. كنقول نسيت شي حاجه هما راه قدامي ونسيت صافي. هادشي اللي كاين البنات ردوا بالكم من الملحه حيت الفرماج مالح. لا موطاق حتى هو شويه. البنات انا عندي هاد ليمون تاع اون سيليكون هادو نتوما ديروا المول اللي عندكم ماشي مشكل صافي. وغادي نعمرهم ان شاء الله. ها خذوا معلقه كبيره وبخونين كويره سوب ما تعمروهمش حتى الفم حيت مازال غادي يزيدوا يتنفخوا لينا مع الخميره. انا راني درك الفران يسخن ليا على 180 درجه. جي ديجا مي لو فور اشوفي à 180 degrés. Voilà, vous remplissez pas trop jusqu'au bout, vous laissez un peu d'espace parce que ça va gonfler. بالنسبة للناس اللي ما كيتوجدش عندهم لا موطارد ماشي مشكل ديروا بلاش. وهذاك لا موطارد كيعطي واحد اللذه واحد التحميره فاش كيطيبو كيجيو محمرين زوينين صافي. وانا غادي نكمل على هذه الطريقه حتى نعمر لي مول تاعي. البنات انا سالي هنا ساليت غادي نديرهم دابا في الفران اللي قلت لكم سخنتو على 180 درجه تاع الحراره وغادي ندخلهم فيه. وفاش غادي نطيبهم غنقول لكم شحال تاع الوقت خداو ليا. دونك فوالا لي في جي فيني جي شوفي مون فور 180 دغري كوم جو زي ديجا دي. جو في لي ميت او فور اي جو ديري كومبيان دو طون سا ما بري توت ا لور. البنات ها هما طابو لي ميني كيك خداو ليا في الفران 35 دقيقه سا ما بري 35 مينوت دو كويسون. اي فو با اوفرير لو فور بوندون لا كويسون. وهادشي اللي غادي نقول لكم البنات ما تحلوش الفران فاش تكونوا كطيبوهم خليهم حتى يتنفخوا مزيان عاد تقدروا تحلوا الفران. وهادشي اللي كاين كيجيو زوينين البنات غزالين كيجيو مهويين فشفشين صراحه كيستحقوا التجربه. كنتمنى من الله تجربوا هاد الوصفه وتكون عجبتكم وما تنساونيش باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم وبارطاجيو مع الصحاب والحباب. كنشكركم بزاف. دونك فوالا لي في جيسبر كو فزالي ايسيي سيت غوسيت. ميرسي بوكو ليسي موا فو كومونتير لايكي اي بارطاجي افيك لا فامي اي لي زامي. ميرسي بوكو اونفوار سلام عليكم.